السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نبدأ أول محاضرة اللي هي بداية مادة السكند، اللي هو أول موضوع الإنفينيت سيريز. بدنا نشوف ما هي المتسلسلة اللانهائية، كيف رح يكون شكلها ونتعرف عليها. إذن محاضرتنا اليوم بدنا نتعرف على شكل الإنفينيت سيريز، وبدنا نشوف هذه الإنفينيت سيريز متى يكون لها مجموع، متى يكون لها سم، ومتى إنها has no sum، ومتى يكون ليس لها مجموع. فنشوف كيف شكل الإنفينيت سيريز المتسلسلة اللانهائية. An infinite series is an expression that can be written in the form. هي التي تكتب على شكل مجموع، اللي هو sigma a n n from 1 to infinity. هذا المجموع بيمشي على أعداد صحيحة، يعني أول حد لو بدي أشوف هاي السيريز كيف أول حدود إلها a1، الحد اللي بعده plus a2 plus a3 plus إلى المالا نهاية. إذن هدول الحدود بينهم إشارة جمع. لاحظ هاي infinite series واحد على n، في فرق بينها وبين السيكونس. السيكونس عرفناها هي اقتران. فما هي حدود هاي infinite series؟ أول حد بنعوض واحد، n equal 1، بعدين n equal 2 plus summation الحدود بينهم جمع اللي بعده زائد تلت الى المالا نهاية. هاي infinite series، المجموع للانفينيتي. السؤال اللي بدنا نجاوب عليه اليوم، يا ترى متى هاي السيريز سوف تكون لها مجموع، ومتى سوف يكون ليس لها مجموع؟ هلا لو اخذنا الانفينيتي سيريز 1، n from 1 to infinity، شو حدودها؟ 1 plus 1 plus 1 up to infinity. لو قلت لك find S1 اللي هو مجموع أول حد، حتحكي لي واحد، هذا عبارة عن A1 A2. لو حكيت لك بدي S2، ما هو تعريفي لS2؟ هو A1 plus A2 مجموع أول حدين، هو عبارة عن واحد زائد واحد اللي هو تنين. لو طلبت منك S3، مين هي S3؟ الثري partial sum A1 plus A2 مجموع أول ثلاث حدود، اللي هو فعلياً A1 زائد A2 هذا هو عبارة عن S2. يعني فعلياً هو عبارة عن S2 زائد A3 اللي هو عبارة عن 3. ولو استمريت بهاي الطريقة لما أوصل الـ Sn اللي هي عبارة عن 1 plus 1 equal n. طبعاً ما هي الـ Sn؟ هي عبارة عن الـ nth partial sum اللي هي مجموع أول n من الحدود. هلا لاحظ لو كانت هاي تشكل عندي سيكونس اللي هي 1 2 3 up to n، لاحظ لما ال n بتروح للانفينيتي، لو اخذنا الليمت as n approaches infinity هذا المقدار رح يروح للانفينيتي. معنى هذا الكلام انه هاي السيريز ليس لها مجموع. معناته حتى نحكم انه السيريز لها مجموع ولا لا، رح اول خطوه انه نجد ال sn، ناخذ find the limit for sn. فإذا كانت النهاية موجودة، لاحظ هون الليمت انفينيتي، فإذا كانت النهاية موجودة سوف تكون السيريز لها مجموع، ورح نحكم عليها إنها كونفيرج. لكن هون الليمت إلها انفينيتي، فهاي السيريز رح نقول عنها دايفيرج، إنها has no sum. فكلمة دايفيرج بالسيريز تعني أنه ليس لها مجموع، لا نستطيع إيجاد مجموع إلها. فخلينا نكتب التعريف كيف نحدد المتسلسلة النهائية إذا كان لها مجموع أو لا يوجد. So definition: let Sn be a sequence of partial sum. وعرفنا مين هي الـ Sn. إذن إحنا بيكون عنا، نوضح التعريف، بيكون عنا مجموع الـ An n from 1 to infinity. الـ Sn هي عبارة عن A1 plus A2 up to An. فعلياً من هي الـ Sn؟ هي عبارة عن Sn minus 1 plus An. The nth partial sum، مجموع أول n من الحدود، هو نفس هاي الكتابة، لأنه هاي A1 plus A2 الحد القبل الـ An هو An minus 1. فلاحظ هذا كله يمثل الـ Sn minus 1. فالبروسيجر عشان نعرف انها كونفيرج اور دايفيرج، رح نجد الـ Sn. فاذا كانت الـ Sn converge to a limit S، then An converge to S and has some S. معناته رح نلخص التعريف بهاي الطريقة. السؤال اعطيتك هاي السيريز،
هل لها مجموع أو لا يوجد لها مجموع. We find the Sn اللي هي the nth partial sum. The nth partial sum. We find the limit for Sn as n approaches infinity. إذا كانت النهاية equal S اللي هو عبارة هذا عن number رقم. Then شو رح نقول عن السيريز؟ رح نقول إنه An from 1 to infinity converge to S. شو معنى كلمة إنه السيريز تتقرب من الS؟ معنى هذا الكلام إنها has some لها مجموع وهذا المجموع يساوي S. Otherwise إذا كانت الليمت does not exist شو رح نحكم؟ Then هذه السيريز الانفينيت سيريز سوف نحكم عليها نحكي عنها انها دايفيرج. كلمة دايفيرجز في السيريز تعني ان هذه السيريز has no sum. اذا عشان اول طريقة عشان نستطيع ايجاد المجموع عن طريق ايجاد الانث بارشال سم. هاي الفكرة رح تتوضح باي take some example. So for example, find the nth partial sum of the series and determine whether the series converge. وإذا كانت converge أوجد المجموع. بدأنا بهاي ال infinite series 1 على k plus 1 في k plus 2. بدي أحاول أكتب هاي السيريز بطريقة ثانية. بقدر أكتبها إنه أعملها على شكل 2 partial fraction. لاحظ هذا المقام linear فبقدر أكتبها بهاي الطريقة a over k plus 1. فإذا كانت عندك series polynomial over polynomial أول خطوة بنحاول إنه نعبر عنها عن طريق partial fraction k from 1 to infinity plus b over k plus 2. الطريقة اللي تعلمناها لإيجاد الـ a والـ b a في k plus 2 plus b في k plus 1. now إذا كانت الـ k equal سالب 2 لاحظ هذا سالب 2 زائد 1 سالب 100 معناته ال b equal minus 1. وبالمقابل لو كانت ال k بتساوي سالب 1 رح يعطينا انه ال a equal 1. اذا معناته هاي السيريز قدرت اكتبها بطريقة تانية ال a 1 وال b minus 1. هلأ بدنا ال sn. ما هي ال sn؟ ال sn اولتين حيكون عندنا بعوض مكان k equal 1 اللي هو مجموع اول من الحدود 1. طبعا ما في مشكلة تسميه الـ Sn أو الـ Sk. 1 على 1 زائد 1 2 ناقص 1 على 3 هذا عبارة عن A1 زائد A2 بدي أعوض الـ K 2 1 على 3 ناقص 1 على 4. بدنا ننتبه طبعا ليس بالضرورة إنه الـ Infinite Series دايما أبداها من الواحد، ببدأها من أي عدد، ولكن هدول الأعداد الموجودين في الصميشن always they are positive integer number. هذا المقدار هو مين؟ A2. الترم اللي بعده هو حيكون 1 over 4 minus 1 over 5 plus 1 over 5 ورح أضل بهاي الطريقة. لاحظ هذا الترم، هذا الترم تلسكوبينج سم، فهذا الحد رح يضل ثابت ورح يضل عندنا آخر حد موجود في السيريز، معناته كل الحدود رح تلتغى ورح يضل آخر ترم. فمعناته ما هو الـ Sn equal 1 half minus 1 over n plus 1. هاي الـ nth partial sum. إذا كانت النهاية له موجودة فإن السيريز converge. now limit Sn as n approaches infinity بتساوي 1 half. why؟ لأنه هاي واحد على ما لا نهاية صفر. مدام الليمت as n approaches infinity 1 over infinity 1 over infinity 0، فشو أعطانا عنا هون اللي هو 1 over آخر حد كان عنا هون n زائد 2 مش كنسلو آخر ترم هو n plus 2 وهون n plus 2، فالليمت رح تكون نص. فشو بيعني لهذا الكلام؟ بيعني لهذا الكلام إنه
summation series إنه واحد على n على k plus 1 minus واحد على k plus 2 هاي series converge لوين؟ للنص. بمعنى تاني إنه has some إنه مجموعها كله شو بيساوي؟ نص. So converge to نص معناتها إنه has some هذا sum equal 1/2. Another example. لو أخذنا هاي الانفينيت سيريز قبل ما أخذها بدي أحاول أبسطها، بإمكاني أكتبها بهاي الطريقة summation k من واحد لما لا نهاية جذر k plus 1 ناقص جذر الk. بدي أخذ الk عامل مشترك، أخذت الk عامل مشترك شو ضل عندك؟ k plus 1. هلأ بدي أحاول دائما أني أحصل في السيريز على حد موجب وحد سالب، فبدي أوزع البسط على المقام. هاي شو رح تعطينا؟ مجموع جذر k plus 1، الجذر في حالة الضرب يوزع، جذر الk في جذر k plus 1 ناقص جذر الk على جذر الk في جذر k plus 1. هذا الترم وهذا الترم وهذا الترم وهذا الترم. نبدأ في إيجاد الـ Sn، هي مجموعة أول n من الحدود. عوض واحد على جذر الواحد 1 ناقص واحد على جذر الاثنين، إذن هون عوضنا لما ال k equal 1 زائد بدنا نعوض k 2 1 على جذر 2 ناقص 1 على جذر 3 زائد 1 على جذر 3 ناقص 1 على جذر 4 بلس. رح أضل بهاي الطريقة. لاحظ إنه هذا الترم عم بضل معنا مين؟ اللي هو minus 1 على جذر k على جذر n plus 1. إذن ما هو الـ Sn؟ هو 1 ناقص 1 على جذر n plus 1. ناو لو طلبت منك S العشرة، شو مفهومي للـ S العشرة؟ S العشرة هو مجموع أول حدود، يعني مجموع K من 1 ل 10. لو حكينا find للسيريز الموجودة عنا اللي هي جذر الـ K plus 1 اللي هي 1 على جذر الk ناقص 1 على جذر الk plus 1. فعشان نجد اس العشرة لازم تكون عارف اس الان. مجرد انك رح تعوض هون 10، يعني رح تساوي 1 ناقص 1 على جذر ال 11. هلا نرجع لسؤالنا، بدنا المجموع. المجموع رح يكون نهاية هذا المقدار عند الانفينيتي. As n approaches infinity هذا بروح للصفر فهذا للواحد، فمعناته هاي السيريز رح نحكم عليها إنها مجموعها بيساوي واحد، أو بمعنى إنها converge لوين؟ للون. why؟ لأنه limit Sn لما الn بتروح للمعلى نهاية equal one. فكلمة converge للسيريز تعني إنه لها مجموع has some وهذا المجموع هو equal one. Another example. لو أخذنا هاي الانفينيتي سيريز لن النص زائد لن 3 over 2 plus plus up to infinity. هلا لاحظ بنا نجد الـ Sn. بدي أحاول إنه يكون في عندي حد موجب وسالب. هون ما في بسط ومقام. لاحظ لن النص هو لن الواحد ناقص لن الاثنين. بسطنا. لن الثلاثة هي زائد لن الثلاثة ناقص لن الاثنين. اوكي خلق بدي اخلي هاي بدل 3 على 2 نخليها 2 على 3. اوكي وهون 3 على 4. معناته هاي السيريز لو بدي اكتبها على شكل مجموع والحد العام لها هي مجموع لن n over n plus 1 n from 1 to infinity. هذا التعبير وهذا كلاهما نفس المعنى. ناو بدنا نحدد هل هي converge or diverge، أو هل لها مجموع أو لا يوجد لها مجموع. ما هي الـ nth partial sum؟ الـ Sn لن الواحد ناقص لن الاثنين زائد لن الاثنين ناقص لن الثلاثة زائد لن الثلاثة. بسطت هاد لن القسمة بصير طرح.
ناقص لن الأربعة، ورح أضل في هاي البروسيجر لن ال n minus لن، لاحظ هذا الترم، هذا الترم كنسل بكنسل، وهذا حيجي واحد قبله بكنسل، ورح يضل عنا لن الواحد اللي هو صفر، وهذا هو آخر حد. سؤال s n equal minus لن n plus 1. الليمت لل SN as N approaches infinity minus infinity معناته شو بيعني لي هاي السيريز diverge. That mean this series has no sum. So limit ال SN as N approaches infinity minus infinity. فمعنى هذا الكلام انه this series diverge، بمعنى تاني انها has no sum. لو كانت ال SN معطى وطلبت منك find اس العشرة، هلا اس العشرة سيريز دايفيرج لما تجمع للما لا نهاية لا يوجد لها مجموع، ولكن اس العشرة تعني انك عم تجمع فاينايت نمبر اوف تيرمز، فمباشرة اس العشرة ما دام عرفت اس ال ان هي سالب لن 10 زائد 1 اللي هي ماينس لن 12، فاس العشرة تعني a1 بلس a2 لما نوصل لأي حد A 10. أوكي، حاول أنت تحل هذا السؤال homework. عنا مجموع 1 على K ناقص 1 على K بلس 2، رح تبدأ تكون ال S1، رح توصل في النهاية هذا هو الجواب. بدك تضطر تأخذ الليمت عند الانفينيتي، هذا بيروح للصفر وللصفر، فبطلع إلها مجموع كونفيرج لوين؟ للتلاتة على اتنين. هون ريحتك، ما احتجت إنك تعمل كسور جزئية. يعني لو أعطتك هذا السؤال بطريقة تانية، أعطتك يا مجموع واحد على ك تربيع زائد 2k، رح تضطر أول خطوة تأخذ الك عامل مشترك وأعمل كسور جزئية وأحصل على الترم الأول. Another example. If summation ال an n من واحد لانفينيتي infinite series، عارفين هذا المجموع عم بيمشي وتشكل infinite series، وأعطانا ال sn ال nth partial sum، هذا يشكل ال nth partial sum. أول سؤال بدنا مجموع هاي السيريز. now لاحظ الليمت لل SN as N approaches infinity بيساوي 3، فمعنى انه هاي السيريز لها مجموع، وما هو مجموعها؟ 3. هذا نفس الكلام لو حكينا انها converge لأي رقم للثلاثة. now لو طلبت منك انك تجد A5، now في فرق بين ال A5 وال S5. A5 هو الحد الخامس من ال infinite series، لكن يعني ال A5 لا تساوي ال S5، لكن ال S5 هي عبارة عن A1 plus A2 لعند ال A5. هلا كيف بدنا نفكر انه نجد ال A5؟ لاحظ انا اعطيتك علاقة انه ال Sn هي عبارة عن Sn minus 1 plus An. هلا من الفرض ال Sn معطينا اياها، مين هي ال Sn؟ 3 ناقص 1 على n زائد 2 equal. مين هي ال sn minus 1؟ مجرد انه مكان كل n نعوض n minus 1، اللي هي 3 ناقص 1 على n minus 1 زائد 2 plus ال an. هاي مع هذا الترم بروحه، اوكي، وبدي انقل هذا للطرف الثاني، بصير 1 على ناقص 1 زائد 2 زائد 1 minus 1 over n plus 10n. فهذا الحد العام للسيريز، هذا هو ال an، وبالتالي ما هو الحد الخامس؟ مجرد انه رح اعوض مكان n equal 5، فرح احصل على مين؟ a 5، وتساوي 1 على 5 زائد 1 6 ناقص 1 على 5 زائد 2. سؤال A N هو الحد رقم N في السيريز، فإلك homework إنك تجد ال S5، فال S5 تاني هذا الترم، فواضح الفرق بين ال A N وال S N. ب
وهيك نكون تعلمنا بمحاضرة اليوم كيف شكل الانفينيت سيريز وكيف نستطيع نحكم عليها converge or diverge عن طريق البارشال سم.